بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، ننتقل اليوم إلى الجزء الثالث الذي يتضمن تصميم المفاعلات المحفزة في حالة الأيزوثيرمال والأديابيتك. طبعا راح نركز على فقط على الأيزوثيرمال، لأن المفاعلات الأديابيتك أخذناها في الكورس الأول. المفاعلات المحفزة تنقسم إلى نوعين، هذا يسمى fixed packed bed أو fixed bed reactor، وهذا يسمى multi tube reactor، أي أن الكاتاليست أما تكون بأكملها موجودة داخل المفاعل، أو أن المادة المحفزة موجودة داخل الأنابيب. هذا النوع يستخدم في التفاعلات الباعثة والماصلة للحرارة، لأنه يتم تبريدها أو تسخينها عن طريق الشيل الخارجي، وهذا النوع أيضا يتم تبريدها أو تسخينها عن طريق الشل الخارجي بالرغم من كونها موجودة داخل المفاعل. في الأيزوثيرمال لا نحتاج إلى تبريد المادة المحفزة، لأن درجة الحرارة الداخلة هي نفسها درجة الحرارة الخارجة. إذن reaction on solid catalyst يتم في أنابيب موجودة داخل، هذه الأنابيب تحتوي على مادة محفزة، أما spherical أو cylinder أو ring أو أي نوع آخر، وكذلك التفاعلات أما تكون exothermic أو endothermic بأقطار كبيرة أو صغيرة، وإتقاده قد تحتاج إلى جاكت أو تبريد. التفاعلات هذه فيكست بيد رياكتر قد تكون غاز فيس رياكشن، اللي هي عبارة عن صلب بلس غاز، أو مالتيبل رياكشنز، هذه ما راح ناخذها. أحد تطبيقات الفيكست بيد رياكتر اللي هي فيكست أو تيوب رياكتر، مثلا الستيم ريفورمينج، أثيلين أوكسايد، الصناعات النفطية والبتروكيماوية، وكثير من هذه التفاعلات هي عبارة عن كاتاليست. وحسينا أنه أكو نوعين من الفيكست، أما تكون موجودة داخل المفاعل أو داخل الأنابيب، وهذا أيضا شكل توضيحي لكيفية الفلو اللي يخص هذه داخل الشيل، في حين أن المادة المتفاعلة موجودة داخل الأنابيب، وتكلمنا عنه في التفاعلات غير الثابتة حراريا. شنو اللي يهمنا من هذه التفاعلات المحفزة؟ يهمنا شيء واحد، كيف يتغير التركيز مع الطول، ونسبة التحول مع الطول، والشيء الأهم هو وزن المادة المحفزة. وزن المادة، هذه المعادلة اللي تمثل المعادلة التصميمية إلى packed bed reactor. طبعا packed bed reactor هو نفسه fixed bed reactor. هذه المعادلة التصميمية، الـ RAP هي سرعة التفاعل المحفز، واللي احنا عرفنا شلون نشتق السرعة له بدلالة الميكانيكيات الأدزوربشن والديزوربشن والمج، وعرفنا الريزيستنس ماس ترانسفير ريزيستنس والإنترنال ريزيستنس.
RAP هذه تمثل مقاومة، هذه تمثل مقاومة الانتشار الداخلي، وهذه مقاومة الانتشار الخارجي. احنا هنا قاعد نحكي على The Kinetics of First Order، وكل البارامترز والإلت كونديشن كلها موجودة. نريد نعرف كيف تتغير الاكس مع الموقع. واحد على عامل الفعالية في K1، هاي مقاومة الانتشار الداخلي. واحد على KMEES مقاومة الانتشار الخارجي. نضع معادلة السرعة في المعادلة العامة، يصبح لنا بهذا الشكل. CA bulk هو CA not واحد ناقص X. عامل الفعالية هاي المعادلة مالته، ومرتبط بالفاي اس، والفاي اس من هذه العلاقة. الحالة الأولى، إذا كان الاكسترنال والانترنال ديفيوجن مهمات، إذا مهمات يعني ما نقدر نهمل المقاومة مالتهم، يعني تبقى الار اي بهذا الشكل. إذا بقت الار اي بهذا الشكل فسوف يظهر لنا مفهوم هذه الأوميجا، اللي هي راح تمثل لي، إذا هذه الأوميجا تمثل عامل الفعالية الكلي overall effectiveness factor. إذا دخلناه نلاحظ أنه هذه المتغيرات الـ K1 والـ AES والـ KM والعامل الفعالية كلها ما لها علاقة بالـ X اللي هي نسبة التحول، يعني هذا الحد بأكمله ما له علاقة بنسبة التحول. إذا ما له علاقة بنسبة التحول يمكن أن يخرج خارج التفاعل. إذن هذه الأوميجا يكون بهذا الشكل، هذه كتبناها بدلالة الأوميجا، راح أوميجا في K1 في CA bulk. الأوميجا والكي اي 1 ما لهم علاقة بالأكس، إذن خارج الانتجريشن. تصير معادلة عادية نقدر نكاملها ونحصل على دبليو على اف اي نوت. إذن الهدف هو إيجاد الوزن. إذن هذا هو الوزن مال الكاتاليست. إذا نسبة التحول معروفة نقدر نحسب الوزن مباشرة. إذا نريد نحسب الأكس، فالاكس هي عبارة عن واحد ناقصا اي اكسبونينشيال ماينر دبليو في هذه المتغيرات كلها. وزن الكاتاليست هو عبارة عن كثافة الكاتاليست في حجمه. حجم الكاتاليست هو في رياكتر واحد ناقصا اي. في رياكتر هو الكروس سكشنال اريا في زد. الاف اي نوت هو سي اي نوت في الاريا في السرعة. روبد يساوي انه رو كاتاليست في واحد ناقصا المسامية، وهنا ايضا هذه المسامية هذه روبيد باي كروس سكشنال اريا. الزد هو الطول واليو هو الغاز، هذه المولر فلوري. اذا شكل المعادلة اذا عوضناها راح تبسط بهذا الشكل، رو ماينس رو بيد في زد في اوميجا على كي 1. نلاحظ انه الزد على يو هذا هو نفسه عبارة عن الفوليومتريك فلوريت على الكيو نوت، وهذا اخذناه سابقا ويمثل الريزيدنس تايم اللي هو تاو. وبالتالي تصبح نسبة التحول اكس واحد ناقصا اي روبيد في اوميجا. لو تم تعريف انه هذا الروبيد في الاوميجا في الكيوان سميناها كي ستار. هذا الكي ستار راح يصير معادلة اكس واحد ناقصا اي تو ذا كي دا كي ستار تاو. وهاي المعادلة نفسها اخذناها في التفاعلات الباتش رياكتر اللي اخذناها بالكورس الاول او اللي اخذتوها بصف ثالث، باستثناء انه الكي ستار اصبح تعريفه كبير جدا لانه ذات الروبل ودلالة الاوميجا، والاوميجا ايضا الاوميجا اللي هذه الاوميجا بدلالة متغيرات كثيرة.
إذن الكي ستار شنو وحداته هنا راح يكون؟ هو عبارة عن تايم ماينس واحد، لأنه تاو وحداته تكون سكت. هسه انتهينا من الحالة الكيس رقم واحد اللي يكون الماس ترانسفير والإنترنال ديفيوجن كلاهما مهمات. إذا أخذنا الحالة الثانية First Order Reaction، الإكسترنال ماس ترانسفير هو المهم. إذا الإكسترنال ماس ترانسفير مهم، معناها المقاومة مالت الكي ام في اي أكبر. يعني إذا مهم يعني نقدر نهمل هذا الحد، إذا تم إهماله فإن الـ RIP تصبح كي ام في اي اس في سي اي بلك. أيضا نضع هذه الـ R في معادلة السرعة ونلاحظ أن سي اي بلك هو سي اي نوت ناقص X. هذه المتغيرات ما لها علاقة بالX فتخرج خارج التكامل، وكما تكلمنا سابقا اللي يهمنا هو وزن المادة المحفزة. إذن الويت مالت الكاتاليست W minus F A نوت على K M في A E S في C A نوت، أو من هذه العلاقة. إذن هذه العلاقة تستخدم لحساب الوزن إذا كانت نسبة التحول معروفة. إذا أريد نحسب الكونفيرشن، فمن هذه العلاقة مباشرة نقدر الـ X1 ناقصا exponential KM في AES في CA0 في W على FA0. وأيضا هذه العلاقة العامة هنا كتبناها بدلالة التاو، والكي ام في الاي اس في الروبت هذه وحداتها لازم تكون سكند ماينس 1 اذا كانت وحدات التاو عبارة عن سكند. وكذلك السي اي نقدر نحسبه من هذه المعادلة. ولا ننسى بانه الاي اس وحداتها متر تكعيب متر تربيع على كيلوغرام، 6 على رو كاتاليست على دي بارتيكل. الحالة الثالثة عندما يكون الانتشار الداخلي هو المهم. إذا كان الانتشار الداخلي هو المهم، فبإمكاننا أن نهمل الاكسترنال ماس ترانسفير. وإذا هملناه فإن سي أي أس راح يساوي لي سي أي بلك. إذا نقدر نستخدم هذه المعادلة، وبالتالي هذه الحد مقاومة الماس ترانسفير نقدر نهمله. إذا هملناه معناها معامل الفعالية الخارجي هو نفس معامل الفعالية الداخلي، فتصبح المعادلة بهذا الشكل. إذا خليناها في داخل الانتجريشن خطوات سهلة، وعامل الفعالية لا ننسى مرتبط بالفاي اس، الفاي اس مرتبطة بهذه المعادلة، لذلك يمكن حساب وزن الكاتاليست أيضا من هذه العلاقة. لاحظون هذه الثلاث حالات كان هدفنا إيجاد كيف يتغير الإكس مع الطول وكيف يتغير التركيز مع الطول. إذن سي أي على سي أي نوت مثلا من هذه المعادلة، سي أي على سي أي نوت نقدر نحسب. أيضا إكس على زد إل، الإكس على زد إل هذه مع الطول هي نفسها نقدر نحسبها من هذه المعادلة، لأن البي على كيو هو نفسه زد على يو، البي على كيو هو زد على يو. وكذلك الحال بالنسبة إلى الإف أي نوت. إذن هذه علاقة التركيز مع الطول، وهذه علاقة نسبة التحول مع الطول. إن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة.